جبت حاجة تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانية، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني، انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام، دول 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمه ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضه ب15 جنيه، بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا استاذ رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربيه بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروحوا المدرسه ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. دوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. كانت مشاش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال حضرتك ده واقفين هنا للصبح. الله، مش شايلين 400,000 جنيه، ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بستليه؟ لا، بلغيت الست. تودينا المجمع ب 50 سنت. عينيا ماشي. لا ربنا يستر اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال، ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك السن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوى دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم. طب مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا، بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف مصلحتنا. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك دي. يلا انت وهو. انا ساعتي دي فضيان. يلا بسرعه، يلا بينا. خش يا بيه. فين؟ في شبرا مزمار. انت بتسال علي ايه؟ هتسال عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس، في السابع. لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحمورية دي؟
انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوك ده مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل هنا يا بشميش. هنا يا بشميش اللي ابوك دولة يا بشميش. اتفضل يا بيه. خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان اخد نفسي بعدين. بعدين امتى يا سعب عزيز؟ لما اموت. الله انت حطيت حلة محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فنديه. خلونا نقبض. طب اقف الصف يا اخويا. صف يا فنديه وحد ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد. وكل واحد حر في عقده. وصلى على النبي بقى لحلك ما انا مقبض حد. خلينا نخلص. عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس. انت الله انت هتذلنا ولا ايه؟ انا لا هذلكم ولا حاجه. مفيش قبض يا فندي. انا لسه عبر ضد الخزن. يعني ايه يا الله؟ خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود. انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل. هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب. ما تقبضني يا اخويا بقى انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانية زي الجزم وتبقوا معانا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه. ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود. انت طق وحبي بقى وقف في اخر الصف هناك. اجري لابنه دي الخزنه. مفيش قبض النهارده. اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله. تعالي زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي فنتك على الله نمشي على طول. اتفضل يا ست زينة. شكرا. استني ملحوق على المروح ليه؟ ايه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه. خدهم مره تانيه. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام. اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها.